عيان فيها الخطوات، تمنيت كل عصفورة تطير، تحلم بغراب كبير وهي صغيرة في التصويرة. وكان يا مكان في ليل كله غيم، صياد الغزلان يا بنادم ياللي ظالم كانك فاهم. ولا سلطان يتحكم في الإنسان، صنع ثيابه وانت غابة. علاش غير المال، معلاش حتى صوت، واللي ضيق به الحال علاش يموت. يا بنادم ياللي ظالم كانك فاهم. ماشي خلت، حاب نوصلك ولا تحب نعمل دوره؟ فين توصلني؟ كيما المرة الأخرى، لوسط البلاد وإلا نقربك لداركم. والحوايج؟ أما حوايج؟ هيزم يا أخي، باش نروح هكا؟ الحوايج هذو نتاعك أنا هديتهم لك. شنو باش نقول لدارنا؟ ومنين؟ برونا ما كلمتيهم قبل ما يجيو. لا وما نجمش، وقتاش لبستهم؟ وحوايجي فين؟ لا مستحيل، والله يمكن يصير ما يصير، لازمني نبدل. معناتها لازم نمشي للدار؟ يلزم. هاي الطفلة دخلت بعدها من اللي شفت صاحبتها ضربها الكورونسي. عدنان أنا ما يهمنيش في الطفلة، غلطة تتعدى في الشارع من العشرة بتاع الصباح حتى حد ما يفيق بها، لا الكونترول لا سوبر كونترول، علاش عاملين شاف على كل شانة؟ لا غالب سي عدنان، نفس الارتيكل ونفس القماش خدمناه الجمعة الأخرى، دونتيل من البر هكا، علاش ما فقناش؟ وهذا موديل اخر، الدونتيل من داخل. نخدموا بعد الوقت نصلحوا سي عدنان. هيك هو استنستوا. تغلطوا وتفتقوا. في بالك إيه اللي مش عاجب بالبوند الكاملة تتبدل على خاطر الدونتيل يمكن تتقطع؟ سهلة ياسر الحكاية، والخسارة على حساب شكون؟ نقعدوا بعد الوقت سي عدنان. أنت تقعد بعد الوقت. والخدمة شو ذنبهم يخدموني بلاش؟ هذا إذا كان عندنا الكمية الكافية من الدونتيل. عندنا مازال عندنا دونتيل سي عدنان. باهي. الخدمة يروحوا في وقته. وما يقعدوا كل شيف دو شان حتى شافها ما تروح. فيتكم الليله والليله الجايه باش تصلحوا غلطتكم، وما تنساوش عندنا دليل ليبريزون. شاي سي عدنان، التليفون باقي مسكر. باهي. وسامحني انا نبقى ولا روح؟ ما يقعدوا كل شيف دو شان. يلا سيدي شوف خدمتكم.
نمشي نبدل حويجي، لازمني نروح. لازمك تروح واشرب حاجه قبل ما تمشي. شربك على بارده. بلاي ما عاش بكري. نعم خويا قدور. نحب نطلب منك حاجة. لا. شنو لا؟ اللي باش تقولوا لأختك مليكة، أختك مليكة تعرفوا، وهاني نقولك بالمسبق لا، لا نعاونك ولا نحلك ثنية، قيلني. أمانك، المرة هذه قلبي قايل لي الخير. يا خويا كيف قلبك قايل لك الخير؟ أهيك الطفلة قدامك، دبر راسك معاها، إن شاء الله تشقوا الخلاص زوز، أنا ما تدخلنيش. يفرحك يا مليكة، ماني خوك، عاوني المرة هذه برحمة أمك، أنا نحشم. انت تحشم وانا تحشمني مع شطر بنات المعمل. يا خويا فك عاد فك يا اخي، قالك عليا خاطبه يا ديني، برا عم بحرك بعيد عليا، كل مره تعمل لي مشكله مع وحده عفني باس تراني فديت. يا مليكه برحمه اللي عز عليك لا تخلي بيا المره هذه برك. خليني شايعكم.
مريم خذ بخبيهم وساعه ساعه جبت حاجه البسها. اذا سالوك قل لهم شريتهم. خذ يا عيش. مسيك بالخير وليدي. مسيك. نهار كامل يطلبوا فيك من المعمل وعدنين توا بركة لبني. حتى ما زالت عدك بها جات. وانت شبيك؟ تعبه. شنو هذاك اللي في يدك؟ حوايج خذيتهم من الفريق. انت ملي دخلت للمعمل تغرمت لي بالشوالق شطر النقد ماشي حنه. باش ندخل نرقد بربي لا تقايموني ونقصوا من الحس. قسم على الله من هالخدمه تعبه بنيتي تعبه. Thank you.
شبيك قاعدة في الظلام؟ رجعنا. ما طيبت شيء بيان سور. لا يخرج مع الطفل الاخر. تخدم في المعمل او بلوس. إيه انتي شبيك مستغربة؟ انا واحد كيف هذا نتوقع منه كل شيء. شفتهم بعيني. خير كي شفتهم بعينيك. فماش ما تعمل همة، روحك وتقصها معاه. توا بعد 5 سنين زيد تكمل. خليه 5 سنين يوليو 10 سنين. بعد ذلك نخرج بيدي على راسي. نرجس، فما ناس تخسر فلوسها، تخسر صحتها، تخسر عبد عزيز وغالي. مش هكا جرد راجل طلع غدار. ارمي كل شيء وراك، مازلت صغيرة هكا وتتعود تبني حياتك من جديد. ما خسك شيء. خسني شيء؟ نرجس عايش أختي، نعرف الحكاية ماهيش سهلة، نعرفك تحب وتموت عليه، أما هو طلع ما يستاهلكش، تقعدش تجري في جرته. اما ارميه وراك برا، لوج على خدمه جديده، ابعد عليه. احمد ربي جاتك على المشي والجاي، مالك انت تورطت معاه؟ تورطت معاه. عين نرجس، قوم اغسل وجهك ونعملوا هكا نطيبوا حاجه نبدلوا الجو. صدقني مستحق حتى دمعه من عينيك. عسلمة سي عدنان. عسلمة. تفضل. أهلا بيك. وينك اليوم؟ شديت عندي منام. شنية هالعمية اللي شدتك نهار كامل وحتى تليفونك مسكر؟ تعبت، حبيت نرتاح شوية. ما عنديش الحق؟ ما عندكش الحق. على الأقل تخلي تليفونك محلول. ما تقولش يستحقوني، ما تقولش يمكن تصير مشكلة، ما تقولش ممكن الدنيا تخلى. فاش قام هذا كل؟ شنو اللي صار؟ شيء ما صار. طفلة ضربها الكوران قريبة تموت، السلعة ما خلطتش لمولاها في الوقت، وغلطة تعديت في الشن باش تتكلف بالملايين. هذا كل غبت نهار دخلت بعضها؟ بالطبيعة تدخل بعضها. بعد اللي مولى المول مخلي اهل البلاء في البلاء وقاعد يغرم في زمانه. خويا مولى المول مش انا، تعرف تليفون واحكي معاه تا يحل لك مشاكل الكل. ولا عمرك الكله هكا، وين ما نجي نحاسبك على غلطك تولي انت المظلوم. ان كنت طالبك تولي طالبني. انا ماني طالب حد شيء غير اختاوني بركة يا خويا. عمري كله نجري للناس، فديت اعييت. تجري للناس يا اخي؟ ولدك ولا الناس؟ رايف بعقلك ولا بلاش؟ شنو انت وشنو ولدك؟ تحب ترتاح انت حر، اما مش على حسابي انا. حتى انا زاد عييت ياسر عليه. ما نعديش نهاري الكل وانا نجري في جرتك باش نصلح لك غلطك. افرض ما كنتش موجود، انا شكون تعمل؟ هذه مسؤوليه وامانه. راي تحب تخدم على روحك تفضل، ما تحبش نكلموا اسكندر يجي ونفصلوا الحكايه. بعد نحكي لي شنو اللي صار. شنية البنية اللي ضربها الكوران والساعة اللي ما مشاتش؟ أنا مروح ناكل قدمة التو على قهوة الصباح. أمشي أنت تفقد المعمل، الشيفان خليتهم يعاودوا في السلعة. أختي زهرة، اختي زهرة خارجة؟ مش انا اخت كاسكروت. حتى انا ما لا تعرفش كيفاش. جيب لي معك كاسكروت طن بزايد هريسة. خليني نمشي مع بعضنا. هالخسارة زايدة، انت ماشي ماشي هاني بحضر البنات. تلا على خاطر انا عندي ما نحكي معاك. لازم توا؟ باهي يا سيدي، هيا نتقاودوا في ثنية. احكي لي. هلا عروسي، اش بيك؟ اش تحب؟ يرحم امك، جيب لي معك كاسكروت. هات الفلوس. كي العادة عندك بو 30 ما عندك صرفة. باهي كسكروت باش. بالسردينة باش؟ بالطن. أختي زهرة،
اختي زهر. شو من الاخر انت بنيه باهيه وانا ما نلقاش بخير منك. نحب ناخذك ما عندي حتى شرط، راضي بيك كيف ما انت. شرطي الوحيد تعد امي تحطها في عينيك وتتلهي بيها كيف ما امك بالضبط. هي مسكينه راهي ناس ملاح، لا تخبش لا تنبش، ملايكة تمشي على الارض. يا ربي ما تمشيش. يا ودي استنى ساعه، اش بك ليتني هريسه بلا زيد؟ اما امك وما امي وما شرط. انت وحدك ما ناخذكش، مغنيك بامك عليها ما تاخذنيش بيني انا. شو قدور احنا وخيال ونخدموا مع بعضنا توا قدش من عام، وما ريت منك كان خير، ما عندي فيك ما نقول. اما راهي الماخذه بالمكتوب، ما تتغشش مني. كيف ما انت كلمتني بصراحه انا زاد هاني جاوبتك بصراحه، ربي يفتح لك بغيري. انا لا. علاش لا هكاك؟ ما الله غالب مكتوب. سنة عاد هزت 5000. مانيش نرجعهم لك والله، لاني باش نعطيهم لك اهو. هيا يعجبك شي اما ياخذني بالسيف ولا ياخذ فلوسي. يا واحد نرجس ريث ريث نرجس ريث 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 مش وقت ريث. تدش كل شي على راسك. مازلت رحمة وفيش ونفطروا. المراوح نقا كريق ده ما الحكايه ذي؟ قداش منه تعب ما اللي يخدمه كل هكا؟ ريم. نعم. نحب نبطل من المعمل. و يا غلط عليه يا مري، ما صدقت ربي لقيت خدمه راك. نحب نرجع للمحطه. مري تحكي بجدك؟ المحطه خير من المعمل والله يا ريم، والله المحطه خير. يا مريم مش بيك يا اخي، انا رين كل ماكش حشبتني راه لهداش الخدمه مقلقتك. ما عادش نحب نرجع. علاش ثم شكون صح عليك؟ الشافه قلقتك انت؟ مالها شنو اللي ثم عايش اختي؟ ما ثم شيء، المعمل كرهته. ريم مريم اجاو تعشيو حتى نجيو. يعني مازال بكري يا مريم. عايش اختي احكي لي، ما تخلينيش هكا متحيره. يا وريم الفايله وراسك رجاله وشهر بين شراوة بالروم. يا وريم الفايله غني يا صالحه غني، بالك خالي صح لي خالك عريس اليوم. يا وريم الفايلة يا وشار بين شراب الروم. قد دور ايش بيك؟ اه يا امه اللطف عليك من الله يا وليدي، ايش بيك؟ هيا هيا لامك، هيا حناني، هيا يمه. احكي لي يا كبدي يا حنان، يا شبيك ما زلت صغير على الهم؟ صغير تدفرت الشيب يا يمه. لا 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 ما زلت صغير، اللي يشوفك يقول عندك 10 و2.
الدنيا ضاقت بيا، اللي نكلمها ونحب ناخذها تقول لي لا. شفيني انا خايب؟ انت خايب؟ من هو اللي قال؟ انت سمح، انت غزال مصرهد، انت غزال انا ونور عيني. مال علاش ما حبوش يرضوا بيا؟ مكتوب، مكتوب وراس ولدي مكتوبك مازال ما حلش. شنو هذا سلوحه؟ شبي ريحتك هك؟ شبيها ريحتي؟ ريحتي خايبه. خايبه وسكت. ريحتك قارصه تكره. لا ريحتي قارصه يا نفتن يا معفن. امشي من هنا، اقلب عليا وجهك وانت بحال بوكشاش. باش نديلك مليكه تجي تدوشلك. شنو هذا يا سلوحه؟ مش نمدوش برا دوش انت يا عفن يا خايب يا اللي ما رضتش بيك حتى امراه. من وجهك المقلوب. وجه المقلوب؟ ومن هو اللي جابني؟ ما كنتي جبتين؟ لا جيت لبيك. نا يا حسره علي انا وناري من الفايه ولا وعلى خاويه العب. قول نجيب لك تتعشى. ها يا اخي انت منو؟ هات يا سامي يا كوثر رحتي تفيت على صباح من غادي. هاي به يكبس البنات، تكبس تكبس منى نجات عايدة لون بلاش. قوم قوم تحرك فيتا ما شبتني. اكبس اكبس فيتا لم فيتا لون بلاش فيتا. هيا البنات تحرك من غادي. هيا عاد هيا ما عاش بكري عليك فور. هيا البنات فيتا سلعة خارجة نهلة. دلندا. نعم سي رئيس. توا مكمل الكنترول؟ ما عادش برشا، ربع ساعة ونكمل. شنو ربع ساعة؟ عندكم ساعتين توا، الديواني قاعد يستنى. ربع ساعة نبدا نبعثوا هنا سي رئيس. ما نحبش نوخر عليك سبور. عندك؟ أما كازية تاع الخدامة؟ هي عندي. علاش؟ بالك مش حابة تتقتكرة؟ نستنى فيك، عرفتك بشتي. في الجاليري نتاع سيدي بوسعيد فما معرض نتاع بانتخي نحبو، تمشي معايا؟ هي ما انا نقرا الاربع. ما تحبش تغيب؟ مش ما نحبش. تعرف كيفاش؟ برا نمشيو، تو نعوضهم مع جروبات غدوه. وكي البروفات ما يحبوش؟ لا ما يقولوا شيء. ثابت روحك تنجم تعوضهم السويع نتاعك؟ ايا تقوم ولا نمشي وحدي؟ هكا وتخليني انا اللي استدعيتك؟ هو يجي منه؟ هاي. هاو تحسبتها مرتين نقص زوز بيسات. اشنا هي الحكايه زاد؟ مازال تسلع لداخل؟ لا هذي كاردون على الاخر. تطلعش يغلط في الكراد الاولين؟ ما غلطش، مثبت روح. برا عايش شاف داتليه. نقص عطال انا. يا هو واحد يخدم بعد يسرقوه. ساعه يكرسولي تساك. الخدمه. ربي توب علينا يا ربي. عندها شيء؟ كازين تاعك انا هون. عندها شاي؟ هيا روحي يا بنتي. ما عندها شاي؟ ظاهر فينا باش نصبحوا على عشويه المبروكه. انا نهار الاكسبور نكرهو في الدم. ظاهر فيها مكعويشه بيت الليله. شيراز شكون اللي فركس لداخل؟ مدام دلانت ومدام جميله. يبقى فركست.
هاي من بعد هاي. أيا نهل هاي. زهر امشي امشي. سنة. 138. نجمة عندك ساعة؟ وريهولي وروح هاي. هزي ديك الفوق. ما عندها شيء. ولينا السراقة قبل عمرنا. هذا كفونا خدمنا لهم التو حضرنا لهم سلعتهم. نجوى ادخل فيسها. صباحك بس. جميلة الهيب نجوى. اجا معايا صباح. ما حبش تتحل. حل قتلو ما حبش تتحل يا اخي مش خزانتك. هات الساك. صباح. هو هذا. خارجه؟ كان ما تراش مانع. ليه ما يمكن استحق لك. إذا استحقيت لي في حاجة هاني بحضر عدنان. حاجة تبع الخدمة. حاجة أخرى لا. شنو؟ مش أخلط عليها؟ به؟ مش مشكل. نلقى لها حاجة. الولاد الصغار في العادة يصورهم يضحكوا يلعبوا. يمكن. أما أنا نحس لي عندي داخل بنية صغيرة تبكي. باقي تبكي. كنزة علاش تقول هكا؟ معرفش. ربي ما عادش تقول هكا. فماش علاش؟ ما ناقصك شيء. ما ناقصني شيء. عندي كل شيء. استيقاظتك وخرجها بداية على راسها. مسكينة صبيح خدمت 10 سنين مش تزيز. أنا غالب. أنتي تحمد ربي ساعة هي ما دخليش الحبس. أوه على زوج سويري مش دخل الحبس. مش في بالك أنتي تصخيبها سهلة. أنتي هي أبو بين التلخيط اللي منها معنا دخل الحبس. بشر زينة في صاحبتنا يرزي في عمره كانت تسد علينا باب الكبي.
يعطيها دودك صبيح لو كان جيت هوني راهي توا تشطح وتغني. ربي يزيني 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 لا تشطح تغني هذاك فاش فالحه يا اللفعه هذيك كان فاش تطيح وتطيح نهار كامل هكا هز راسها لفوق وضربتها نفخه هيك طلعت بشنعتها محلاها فيها اياه. مليكة صبيح تعرفها السارقة؟ اتقي مولاك يا بنتي اتقي مولاك في خلقه. نجمة انا نعرف البياسات طلعوا في ساكة هذاك اش نعرف وكهو. حرام عليك تقعد في الطفلة وهي غايبة حتى وكان ما حكيت لكمش كيفاش لعبوا لها اللعبة. ربي يزيني يا زهرة يا اخي جد عليكم انتوما توا صبيح بزنس عليها العرفة لو كان بالمجد صار هذايا صبيح باش تسكت على الحكاية كيف ما هذه هي الفولة ما تتبلش في فمنا عزيزتي. مليكة والله كيف مشيت لها تحكي لي فيها بالغصة. هذاك الكل تمثيل هي تشطح وتغني بشي كده كان تمثيل. وبربي بيناتنا توا صبيح اش فيها يعجب شي بزنس عليها العرف هنا احنا تبارك الله مصدرين قدامه العام 12 عمره لا دربينا ولا خسرنا باش ترعين وخايتي. ها مليكة تتكلم بجدك؟ ملا نفدلك نجمه انا وياك قداش عنا نخدمه في المعمل عمروش يخزر لنا العرف. لالا شفت روحك في المرايه ولا لا؟ نعم شفت روحي في المرايه. شنو ناقصني عزيزتي هو لبالك تسخي روحك خير مني يا مبارة. أنا مبارة يا مشعارة يا مصفارة يا وجه الديريرارة يا رأس الحم يا دبة. أنا عم يا ملكة الجمال يا اللي عينيك يبوسوا في بعضهم يا اللي شعرك تل يا اللي عملك مخزن لك راجل بنت خيل ختامة مقطعين صبابتهم ماشي جايين عليك لله. أنت ليه توليتوا قدورة ذاك كالبسخيخ وكشكل الحوايج نهار كل وانت حافية في جهده راك عملت العار ما يتلفتش باش ترعيه. بالطبيعة باش تقرض فيا قدور الراجل حاسبك يا أمه ليه كيما ماتوا مرا كبيرة راك يعيشك وقدور ما عادش تجبدوا لا تكسر لك راسك يا نجمة. شبيكم في فمه مليكة بربي حاجتي بيك انا اي انت هاني هونيا مقواكم مقواكم يهدكم في سعر دارت خدمته بعتوني على البلاصه يحلبكم ربي ربي انتقم منك في دقيقتها. انا عم مليكة ربي حبيت نسالك على كلبنا يا مريم مدام تلندا قالت لي انت جبتها اش بها طلعت سارقه هي زاده ليه حبيت نسالك كا علاش اش فما حبيت نعرف هي عايشه مع دارهم مع دارهم ليه ليه هي ساق في دارهم وساق في دار الجيران مليكة نحكي بجد شنو ساق في دارهم ساق في دار الجيران باهي اسمع عائلتها كيفاش عائلتها ولاش باش نقول بوها لا اسمر لا ابيض محسوب قمحي اما شباب يقتل غير الكبر الله لا يسامحه وامها تفتق بالزين بيضه حمراء وعينيها شهل بارك الله فيك يعيشك. لو كان قلت لي علاش تسال راني ضويتك اما انت سكرت انا نسك جمله نجمه هاني جيتك. انت تو الحكايه كيفاش الساندويشات راهم بردوا زيد تخمم في الماكله اذا انا حبيت روحي شبعت شيراز تحبش نرسبكم ولا حد نمشيو لدار واحد صاحبي واه زوين تحكي بجدك شبيك تفجعت ولا خير ملوحين هنا ولا تعدى يتفرج فينا يا اخي بعقلك ولا بلاش تحبي نمشي معاك لدار وحدنا لا يا صاحبي باهي مش لازم على كيفك تغششت ما تغششت ما تحبش تجي معايا مش لازم مش بالسيف امانك سهيل علاش ما تحبش تفهمني والله فاهمك عندك الحق اما انا اللي مقلقني ما عندكش ثقه في كل حاجه نقول لك تعمل لي شهر مادام انت تخاف مني علاش تخرج معايا كل واحد يمشي على روح مش ما عنديش فيك ثقه اما سهيل ما تحاولش تبرر موقفك نعرف لي انت بنت عائله وانا ولد عائله زاد تصورني انا نغربيك يا اخي ما نعرفش نحافظ على المراه اللي نحبها انا ما قلتش هك اما الواحد تحب يمشي معاك لدار باهي باهي يقلب علينا صحن خلينا ناكلوا كسكروتاتنا نمشيو نخدموا على روحنا اما تغششتوا ما تغششت حتى كان تغششت تنفش غيظي في الكسكروت هيا فينكم يا حويتات غطسينا اهلا مليكة اهلا مرومة غالبة ولا مغلوبة يا اخي شنو هذا كل علم بربي يقيني مليكة مانيش ناقصة تكره ها هاني خطيتك وخيتي
وانتي مريم وشك ما جيتش فرشت في المسلسل؟ هذيك ولات عبدت لي وجهي، انا نقرا وهي تفرشخ في النور. اوه تو نمشي نتفروحي بالحيانة كي ما عادش طايقني حد. واه واه بسم الله عليك وخيتي، يا اخي وصلنا لدفينا ضربه واحده. يا اخي شبيك انت اللي متقلبه فوق جيرتك على الناس الكل؟ فايده من المعمل قداش كرهته. اسمع اختك عندها 4 شهور تخدم في المعمل، قالت لك كرهته، مالاش يقول يضرب عمرك فيه. البنات غادي لاباسه. لا يوريك باس كيف العاده، اش قالك على بنت المعمل؟ فرد سبق كي سردين تلحكوك، هركم نقحروا لبعضهم على جنب. حقا طلع شكون نشدني عليك اليوم؟ شكون؟ اكلف على نرجس سكرتيرة الحنش. اش تحب عندي نرجس؟ خدتي نعرف على كبتها، في شكوني، اش عامله، عائلتها كيفني، حاسي له حديث لليه سيس ولا راس، دخل من الاذن هذه خرج من الاخرى. عارف كي يجي كل يوم المعمله. تي كيف العاده بربي يا اخي باش يوسع علينا برحمته. حقا نسيت ما حكيت لك شي دوسي عزيزتي. صباح تاع الكونترول اللي شدوها عندها سرقه وخرجوها طردوها، عرفتها؟ عرفت. مشيت تطلع عليها زهره في دارهم، عرفت هذا زهره؟ ليه كان نقول لك اش حكيت لها اختي؟ قلت لك العرف حيت لها للبيرو، ما نعرفش عليه شنو عمل لها، بدا يزيدو ينقص معاها كل شيء، العزيز حبيبوسها والله على المال يعطي داع على لونه. ياك هو عاد صباح القتل على شي لوج، لا خليت ولا بقات له، اتفهم عليها هو واحد من نعرفش عليه شكون. اختي خرجها بسرقتها وردها سارقه لهبوط لهم يحزنون والله. هي كمان تو حكايتكم؟ نجم نقرا انا توا؟ اقرا وخيتي ربي نجح. هاني سكت. هيا مريم هيا ظهر لي اختك باش تشبشب علينا شعرها الليله. هاي هكا مليكه خاطر جبت لك على قرايه ولي الدنيا. ليلى اختي اقرا اقرا ربي نجح، اش خرجت من خشمي هالقرايه. اللي يسمع يقول نهار كل طلعه هابطة على الكلية. ليه عزيزتي خلتيلك لك انتي الكلية. قوم يلا من غير ما ترود. هاي نسيت شي. ربي ينجح. يا عايشة كلا مليكة. هاي اوبا خالتي منجية عسلامة. عسلامة. ادخلوا ادخلوا صب كاس تاي ونجي. باه ايا سلوح. هاي يا ربي يا ربي يا ربي على السلوح. اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله. اوبا باهي هكا. هاي مرحبا سلوحة. اي هات عليك ياكل عكاز. هاي طيبي جاي خلي صفاتم. أيه ما نحبكش تتغشش. أي أضرب لها كاسة تاي. هاي مليك يعيشك يعيشك يعطيك الصحة يا خاتي منجي. يا أخي بربي ما تقوليش فينهم بنياتك. ريم مشات تطبع فوريق ومريم راقدة. بربي أنا هكا نبدأ نستنى في نهار الأحد باش نعملوا قاعدة وهي باقي راقدة. يا مليكة بنيتي مريم من نهار اللي دخلت المعمل نهار كامل دازة كان على النوم. غريبة ولها بالرسمي كثرت لها من النوم عاد. قرسينا قرسينا قرسينا. عندك الحق صلوح ملكة بنيتي. زوز هات لها بطانية حطها لها على ساقيك. أيه شفت صلوحة الدنيا مصاحبة والمطر ما فهميش. شفتوا بربي هذه عمرها ما صارت. نوفمبر عدو يوفى وشتلت ولا ثبت لطف. هاي سلوح بسم الله عليك بسم الله. بهيسي هكا سلوح. عايش بنتي عايشك. وكان عملت قايمة للزر يدوروا بها راهو ربي عطا خيره. يا خالتي صالحة قايمة اسمها قايمة وصغار توا منين يعرفوها؟ شنو هي القايمة؟ قايمة سلوحة تتكلم هكاك. أمك تانجو عروسة متاع شوالق يعملوها لخشاشر ويدوروا بها في الحومه باش المطر تصب. قايمه يا قايمه ان شاء الله نروح قايمه. قايمه يا شهلوله ان شاء الله تروح مبلوله. قايمه يا قايمه ان شاء الله تروح قايمه.
قيمة يا سهلولة، إن شاء الله تروح مبلولة. يا أمي عملي واحدة. هات لي الشواليك وسادة قديمة تو نعمل ليك قايمة. أمي أعطيني شواليك. تو هكا صالح أختي تو منين باش نجيب له أنا الشواليك كما تقول أنت؟ تو نجيب أنا لخويا الشواليك، عندي منهم نود في الدار. باهي يا أمي باهي. سلم على بابا وعلى الجماعة الكل. هاي في لمان. يا وحيدة ما تقوليش لي خالد ولد عم صالح خطبك؟ شكل حكاية الهيلة عايش لم يقولك سي نغمال عندك حكاية فارغة حتر وين تمشي البلاد تضرب خطيب جديد شكل هادرات وعلاش رفضت؟ نفس السبب اللي خليني نرفض اللي قبله واللي قبله يا مهبولة والله ما يجيك نهار وتندم علاش تحلي نندم؟ خالد ولد حومتي ونعرفه بالكدا طفل عاقل ومتربي ويخدم على روحه ونزيدك زيادة يصور قدك انتي 10 مرات كان حقرتها الفلاحة شكون قالك لي انا حقرتها؟ يا بنتي الفلاحة والفلاحة على عيني وراسي اما قداش من مرة قلتلك نحب نقعد في تونس هكا هاو شنو؟ كون استنست بخرجات تونس ورست ورونات وتلت تونس وهم للتونس يا هكا عرفت بربي تحبني بعد ذاك الكل نرجع للبلاد لا حتى هو من وجهك اقعد تبع في سرائيف متاعك هذايا حتى يشق بك الاخلاق بس ما بربي خليني رايدة ترجم جبدك في رائيف انا قلت لك نحب نعرس مع واحد يسكن في تونس وكهو ملا والله خالد ولد عم صالح خير من رجال تونس اللي شفتهم انت الكل كان ماشي في بالك رجال هذوما متفتحين خير منه راك غالطه اسالني انا على مرت خو كيفاش عايشه بخنسيس على حالها كرهب على ذمتها يا ولادها خدام يخدموا فيها وشكاني تعمل فواياج قالك تضرب في المسحه وتحمي في الطابونه يلا مادام عجبك خذوا انت احلى على قلبي من العسل هو خطبك انتي ما خطبنيش انا مادام خطبني انا قلت لا وحتى حد ما يدخل فيا تي امها خذ بخاطر امك جات تشكي لامي وتحبك توافق عليه يا بس ما يظهر لي انا اللي باش نعيش معاه وباش نعدي حياتي الكل معاه مش امي امي كي خذيت بابا ما خذتش بخاطري شكل منطق هذاك هو منطقي كان مش عارف ماش تحكي معايا تو خلينا نتفرج في الفيلم راي داي تحب تفرج في الفيلم باهي اهو الفيلم بح بس ما رجع الفيلم لا مش تراجع التلفزه ولا ايه؟ تروح تقول لك موت لا تيزي اخذت العادي من اللعب تاعك عادي هاي بس ما والله هات لهوني يا قالك خالد ولد عم صالح ها؟ عصفورة كتير تحلم بغراب كبير وهي صغيرة في التصوير وكان يا مكان في ليل كله غيم صياد للغزلان يا ظالم
الزمان مهما كان الحق بان يا بنادم اللي ظالم كانك فاهم ولا سلطان يتحكم في الإنسان صنع ثيابك وانت غابة علاش غير المال معلاش حتى صوت واللي ضيق به الحال علاش يموت يا بنادم يلي ظالم كانك فاهم يوم